Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de pilon de poulet avec le taboulé. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم مرحبا بكم في قناة اش ام دي ليس نتمنى تكونوا على خير اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوجبة صيفية دجاج في الفران وسلطة التابولي المنعشة نتمنى يعجبكم وبالنسبة للوصفة ديال الدجاج غادي نحتاجو رجيلات ديال الدجاج اللي حيدت ليهم الجلدة لي بيلون دو بولي جي انلفي لا بو وغادي نحتاجو الصلصة ديال الموطارد لا موطارد وغادي نحتاجو الخبز المحمص لا شابلور وغادي نحتاجو البزار لو بواف والملح لو سيل غادي ناخد هادوك الرجيلات غادي نتكهم بواحد الآلة حادة جو بيكي مي بيلون باش الصلصة ديالنا تدخل مع هذوك الرجيلات ومن بعد غادي ندير ليهم شوية الملح وشوية البزار جو ميتر لو سيل اي لو بوافر ا مي بيلون قبل ما نحيد لهم الجلدة هاد الرجيلات هادو من الأحسن نرقدوهم في الماء مع الملح والسكنجبير avant d'enlever la peau c'est bien de tremper les pilons dans l'eau salée et avec un peu de gingembre بعد ما درت لهم الملح والبزار غادي ندوزهم في الزيت يعني غادي نقليهم غير واحد شويه غير تنشوف الجلده من الفوق ولات بيضه جو باسي مي بيلون دون لو لويل شود جوست بور بلانشير لا بو ومن بعد غادي ندوزهم ملي نحيدهم من الزيت هاد العمليه هادي كتخلي ليا الرجيلات يعني مقرمشين من على برا ورطبين من الداخل On va avoir des pilons bien croustillants de l'extérieur et tendres de l'intérieur. On va mettre une douzaine de sauce de moutarde. Je vais passer mes pilons dans la moutarde. بالنسبه للشابور من الاحسن ديرو غير واحد شويه حتى تسالي لكم عاد تزيدوا الاخرى باش ما تخسرش لكم لا شابور تعمر لكم بلا صوص انا كنعتذر اللقطه باش دوزتهم في المطار تمسحات ليا لاين العمليه كتكون واضحه كنديروا الدجاج ديالنا في المطار ومن بعد نديروهم نفندوهم في الشابور Après avoir passé mes pilons dans la moutarde, je vais maintenant les enrober dans la chapelure. Cette salsa a dit qu'elle n'est pas une salsa de tawabil okhra. On a tchèque de jira et à. Qui m'a qu'à chouffou maïa. Ou soit c'est là ou qu'à tout jet de rien. يعني غادي نحاول ندوزهم في الشابلور وبالنسبه للشابلور كاين بزاف الاخوات اللي يعني ما تيحضروهاش وما تيعرفوهاش ليش كتستعمل يعني الا شط عندنا الخبز يبس بلاص ما نرميو يعني نديروه في الفران حتى يتحمر وتماش عندنا الفران باش نطيبو الخبز غادي نحطو فيه داك الخبز اللي كان عندنا قديم ونطحنوه في الماكينه ونستعملوه بحال هكا الا بغينا نديرو لي باني ديال الدجاج اولا ديال الحوت اولا بحال هاد الوصفه هكا
كاين بزاف ديال الوصفات اللي كيجي فيهم هذا الخبز المحمص. وغادي نستمر في العملية حتى نكمل الكمية اللي عندي. Je vais continuer jusqu'à ce que je termine la quantité de pilon. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه البيلون ديالي. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes pilons. وفهاد الاثناء اللي الدجاج عندي في الفران غادي نوجد واحد السلطه حتى هي سهله وكتجي منعشه. عندي 300 غرام ديال الكسكس لو كسكس، عندي الخيار قطعته مربعات صغار لو كونكومبر، طماطم اللي قطعته حتى هو مربعات صغار لي طوماط، عندي البصله بيضاء لونيون، الفلافل الملونه حتى هما قطعته مربعات صغار لي بوافرون ميكست، زيت الزيتون، لويل دوليف، العصير ديال جوج الحامضات، لو جو دو دو سيترون، لو بيرسي، المدنوس، اوراق ديال النعناع، لامونت سيزلي، وعندي الزبيب، لي ريزان سيك. وغادي نخلط جميع العناصر. بالنسبه للكسكسو الوقت اللي كنكونو كنديرو الكسكس ديالنا عادي، يعني الطبق المغربي الاصيل، الا شط لينا الكسكس يعني هكا سفوف بلا ما نضيعوهم اولا هذا، نقدروا نديرو بهم هاد السلطه، اولا نديرو الكسكس ونديرو واحد شويه بزايد باش نقدروا نحضروا هاد السلطه هادي. وداك الكسكس اللي بقى لينا نقدروا نديروه في المجمد حتى نبغوا نديروا هاد السلطه ونخرجوه. غادي نخلط العناصر كاملها. Je vais mélanger tous les ingrédients. Pour les graines de couscous, si on a préparé le couscous, le plat traditionnel, on peut garder un petit peu au congélateur. Le moment où on veut faire cette salade, on peut l'utiliser. غادي نخلطو بواحد سباتول. السلطه كتجي منعشه وسهله كما قلت لكم. كما شفتوا معايا غير كنخلطوا العناصر. وفي واحد الزلافه غادي ندير 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. Dans un petit bol, je vais mettre 3 cuillères de l'huile d'olive ou العصير ديال جوج الحامضات, le jus de 2 citrons ou شويه ديال الملح, un peu de sel, نردو البال مع الملح حيت درنا الحامض, ou شويه ديال البزار, le poivre. Faut faire attention avec le sel car on a mis déjà le citron. بالنسبه للحامض تقدروا ديروا غير وحده ولا وحده ونص على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلط هذه الصلصه. جو ميلونجي لي زانغريديون دو لا صوص اي جو في لا ميت سور مون تابولي. نخلطهم مزيان ونوضع السلطه ديالي في الثلاجه حتى نبغي نقدمها. جو بيان ميلونجي اي جو في غاردي ما سالاد او فريغو jusqu'au moment de servir. وكما كتشوفوا معايا الدجاج ديالي تحمر والسلطه حتى هي كانت واجده. وصفه كما قلت لكم سهله وخفيفه, فكره عشاء او غداء في هذا الصيف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها, وإلا جربتوها ما تنسوش تبطوا عليا الخبر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.